السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وياكم محمد خالد من قناة محمد خالد. اليوم راح نشرح طريقة تخطي حساب جوجل أكاونت لجهاز جي 5 برايم. طبعا هذا الجهاز مسوي له استعادة ضبط مصنع، ومثل ما تشوفون راح نشوف الهاتف عليه حساب جوجل أكاونت. الطريقة سهلة، ما نحتاج بيها لا دنجل ولا بوكس، وإنما العمل كله يدوي. أي واحد يقدر يستخدم هاي الطريقة طبعا، وطريقة فعالة تم إعادة ضبط الجهاز. راح نشوف، راح نطفي الهاتف ونشوف الإصدار اللي متوفر عليه. إيقاف تشغيل، حاليا الهاتف طفى. راح ندخل الهاتف بوضع الريكفري مود ونشوف الحماية ورقم الإصدار الموجود. الإصدار اللي موجود طبعا هو 7.0، لكن الحماية ما نعرف أي حماية. العمل راح يكون يدوي كامل. وطبعا للمعلومة إنه ما أنشر أي رابط، كل اللي تحتاجه برنامج واحد فقط، والبرنامج متوفر، فلا هسه ولا بعدين انشر اي رابط. جاي 570 اف الحماية الاولى مثل ما واضح حاليا. راح ايضا نسوي باور اوف للهاتف. هذا الهاتف طفى. بعدين راح نرجع نشغل الهاتف. الخطوات سهلة، راح اشرحها بالتفصيل البسيط، يعني سهلة بامكان اي واحد. فحاليا الهاتف نضغط 3 ضغطات على زر الهوم وندخل الى وضعية هاي، 3 ضغطات سريعة. حاليا نرسم حرف L على الشاشة وندخل الى وضع اعداد 3 ضغطات ايضا. المساعدة والتعليقات، اول خيار get started with voice access، ننتظر الصفحة تفتح بالكامل. نضغط ضغطة، طبعا لا نحتاج ننزل برنامج ولا نحتاج نروح لأي متصفح. نجي على صفحة البدء أو العلامات العفو، هنا الصفحات المحفوظة الصفحة السابقة. هنا نحتاج ندخل بطاقة ذاكرة بالهاتف اللي تحوي على البرنامج المطلوب. طبعا انا بطاقة الذاكرة جاهزة عندي، هاي ثغرة الحاسبة، هاي الثغرة طبعا ثغرة الحاسبة او ثغرة المطور. دخول الى وضع المطور. حاليا نرجع على محفوظات التنزيل ونضغط ضغطة واحدة هنا على ملفاتي بطاقة الذاكرة. خلاص تخطيناها، يعني كم كبير من
هذا البرنامج FRB Android 7 ABK. اسم الأداة أداة النجاة من فريق. نضغط هنا تطبيقات غير معروفة. موافق. تثبيت. فتح. هذا الكود خطوة مهمة. راح أنسخه وأخذه وأضغط هنا لانشر. لصق زائد. ما أخذنا كامل. نسخ. لصق. أضغط علامة الزائد مرة. دخلنا بوضع المطور مثل ما تشوفون. نجمة شباك 08 08 شباك. نختار الخيار الأخير ونعطي ريبوت. راح يقلع الهاتف بوضع المطور. يشتغل الهاتف ونرجع لكم. طبعا بعد ما الهاتف سوى عملية ريبوت، حاليا نحتاج أداة تخطي. أدوات تخطي موجودة وراح نشوف كيف راح يتم تخطي هذا الهاتف. جار التحقق. حاليا الهاتف بعد أثبت صحة ملكية الحساب. راح نشبك الهاتف بالحاسبة ونشوف كيف راح تتم عملية التخطي. طبعا هاي أداة الـ ADB الخاصة بالجي 7 برايم. راح اخلي الهاتف حتى تلاحظ. نفتح الأداة. ننطي سماح وموافق. ونضغط على اي مفتاح. راح نسوي عملية رجوع وننطي التالي. تم تخطي الحساب. تخطي. انهاء هذا الهاتف. تم تخطي الحساب بنجاح. راح نشوف معلومات الهاتف بعد ما تم التخطي. معلومات البرنامج 7-0 وحماية السامسونج 8.1 وحماية السوفت أو الفلاشة الحماية الأولى. إذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة وسوي شير حتى يستفاد غيرك. انتظروني إن شاء الله بفيديو جديد.